قبل بس ما اتكلم عن الاخطاء الدفاعيه او نعم نقاط الضعف اللي موجوده كريم، عايزك تقول لي برضو وجهه نظرك للي انت شفته امبارح من شكل عام للنادي الاهلي. بالنسبه للفريق بالنسبه للفرقه والشكل العام اللي وصلت بيه بعثه والكلام ده كله. هي مش جديد علينا يا كابتن اسلام، احنا يعني بنسافر المونديال من زي ما قلنا من 2005 وبنلبس بدل برضه وبنلبس بس كانت الكرافتات اكبر شويه، كانت كبيره قوي، ستايل كان مختلف، كان ستايل جميل كان لسه بقى السلم والحاجات دي مفتوحه. لا طبعا النادي الاهلي اكيد مش غريب عليه، كنا لسه رفيعين بقى وكانت يلا. لا بس امبارح قلت كلمه حلوه، ان مع تغير الاجيال اسم النادي الاهلي طبعا ثابت. طبعا يعني الاسم والبراند نفسه ثابت في مثل هذه المحافل الدوليه، واكيد حاجه بتشرف زي ما قلنا امبارح، حاجه بتشرف مصر وتشرفنا كلنا كمصريين بعيدا عن التنافس القاري. وكمان حته امبارح عايز اعقب على نقطه بس سريعه، حته امبارح العدد اللي احنا شفناه من الجمهور المصري قبل ان يكون الاهلاوي، الجمهور المصري الموجود من الجاليه المصريه في قطر على مختلف الانتماءات. تفتكر؟ طبعا طبعا طيب. مش شرط ان كل الناس اللي واجدت في مطار امبارح يبقوا اهلاويه، لا طبعا في ناس كتير اكيد، والغربه الناس اللي عايشه في غربه هيفهموا هيقدروا كلامي اكتر من اللي عايشين جوه مصر. اللي في الغربه احساسهم مختلف تماما بالنسبه لاي حدث مصري خارج مصر، غير احساسنا احنا كناس متواجدين دايما داخل مصر. طبعًا. كان عايز اقول ان العدد اللي تواجد امبارح مقارنه بظروف كورونا هو عدد قياسي. طبعا قياسي، لان هناك اكيد طبعا دوله قطر اكيد فيها اجراءات احترازيه، واكيد هم امبارح سمحوا بعدد معين. يعني مثلا لو تخيلنا مثلا ان الجهات الامنيه هناك جالها طلب ان يروح المطار مثلا بقول مثلا 10,000 واحد، هل هي هتوافق؟ مستحيل طبعا، مستحيل طبعا، عشان في اجراءات احترازيه، لكن هيسمحوا ل 1000 2000 او 3 ايا كان عدد راح امبارح. فاللي عايز اقوله العدد اللي راح امبارح عدد مشرف وعدد قياسي بالنسبه للظروف. لو كانت امبارح في ظرف غير ظرف كورونا اعتقد كنا هنشوف ارقام اكبر بكتير من كده.